بعد انتشار مقطع فيديو لمرتزقة سوريين بالقرب من معسكر التكبال في العاصمة طرابلس قادمين من سوريا عن طريق تركيا يقاتلون بجانب ميليشيات حكومة الصخيرات في محاور طرابلس، يظهر مقطع فيديو جديد لإرهابي فرقة السلطان مراد الموالية للمعتوه التركي أردوغان يتوعدون بالقدوم إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات الصخيرات. البان كله كان 12 راكب ملانين عليه بيزع الله راضي والفرقة فرقة السلطان مراد شاهدكم يا حفتر. وبعد تقدم القوات المسلحة في أغلب محاور القتال بطرابلس استنجد السراج الواهم التركي أردوغان من أجل غزو ليبيا بمرتزقة وإرهابيين أغلبهم من جنسيات مختلفة وأبرزها السورية والتركية، حيث ظهر الواهم أردوغان في إحدى القنوات التابعة له مصرحا بأن القوات التي ستحارب في طرابلس ليست من عساكر الجيش التركي وأن عساكره ستقوم بالتنظيم والإشراف فقط، وهذا دليل واضح يدلي به المتسلطن أن مرتزقة وإرهابيين هم من يقاتلون في صفوف السراج في طرابلس. Muharip güç olarak gitmedik diye bir sonucunu çıkarıyoruz, doğru mu? Ya, şu anda evet, şimdi muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Ve bu farklı ekiplerle o muharip güçler orada çalışacak. Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. يذكر أن فرقة السلطان مراد هي جماعة إرهابية مسلحة أنشئت من مكون أغلبه ينتمي إلى تركمان سوريا وتتماشى مع المعارضة السورية ومحتمدة بشكل كبير من قبل تركيا التي تقدم لها التمويل والتدريب العسكري والدعم الجوي، وهي الفئة الأكثر بروزا من بين كتائب تركمان سوريا والمدعومة من الواهم التركي أردوغان. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.